الحمد لله، الحمد لله الذي بكرمه ورحمته يذكره من ذكره، القائل في كتابه سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الذاكرين وإمام الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بذكره بعد الفراغ من الصلاة المفروضة، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. ولا يكون الذكر مشروعًا إلا إذا كان على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة التي يفعلها أهل البدع وأمثالهم. وفي هذه الخطبة عباد الله تذكير بالأذكار التي ثبتت بعد الصلوات المفروضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدايتها من حديث ثوبان رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله، إن في الاستغفار بعد السلام جبرًا للتقصير والخلل ولكل ما يحصل من وسواس أو غفلة، وفي بقية الأذكار ثناء على الله عز وجل، وإقرار بالعبودية له سبحانه، وبراءة من الشرك وأهله، واعتراف بضعف العبد وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله. وبعد هذا التذكير عباد الله، إليكم بعض الأمور المهمة المستفادة من هذه الأذكار. فأولاً، لفظ الحديث بعد الاستغفار في أول الأذكار هو: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وليس فيه لفظ تعاليت. وبهذا نعلم خطأ ما درج على ألسنة بعض المسلمين: تباركت وتعاليت، لأنها زيادة لا تصح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وثانياً عباد الله، أن قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الإنسان الغني عند الله غناه ولا حظه ولا مكانته، ولا ينفعه إلا عمله الصالح، وليس معناه الجد والد الأب كما ظن بعض العامة. وثالثاً عباد الله، يقول الشيخ بن باز رحمه الله: والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة جهرًا متوسطًا ليس فيه تكلف، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي، بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره، لأن الذكر الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل في الشرع المطهر. رابعاً، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح هذه الأذكار في كتاب شرحه لرياض الصالحين قال: إن الترتيب بين الأذكار ليس بواجب، يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس، لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثة: واللهم أنت السلام ومنك السلام،
تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة. وخامساً عباد الله، إذا انتهت الصلاة فالسنة بحق الإمام أن يلتفت للمصلين ويعطيهم وجهه بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول. ثم ذكرت الحديث، ولقول سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد عباد الله، فإن التسبيح بعد صلاة الفريضة من الأجور العظيمة التي فرط فيها بعض المسلمين، وقد ورد بعدة صيغ منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وغيرها من صيغ التسبيح الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي ينوع بينها المسلم، مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا، وبهذا يحقق المسلم اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإحياءها وحضور القلب، فلا يعتاد لسانه تكرار الذكر وقلبه غافل. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى أن من فوائد رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة تعليم للجاهل وتذكير للناس، ولولا ذلك عباد الله لخفيت السنة على كثير من المسلمين أو كثير من الناس. فاللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وإياهم لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ممن يحشر في زمرته ويرد حوضه الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،
أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً، اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً، ترحم به بلادك وعبادك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل علينا السماء مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل علينا السماء مدرارا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.